السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدنا أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة الرابعة من اللقاءات الحية لمقرر المحاسبة المتوسطة 1 حسب 311 والمقررة على طلاب المستوى 5 محاسبة. بدأنا في المحاضرات السابقة بالإطار الفكري للمحاسبة المالية، ثم تناولنا قائمة المركز المالي، وبعد أن بدأنا في قائمة المركز المالي شرحنا جزء نظري وبدأنا في بعض الأسئلة، وتوصلنا معكم وحلينا معكم بعض الأسئلة، وإن شاء الله هنكمل اليوم. بالنسبة لباقي الأسئلة حضرات، احنا في الشريحة الآن اللي هي 26 أو 27، لو خدنا الشريحة اللي هي 27 نقول لي فيما يلي عدد من حسابات قائمة المركز المالي لإحدى الشركات المطلوب تحديد التبويب المناسب لكل منهما، توضع النقدية والمدينون في أصول طويلة ولا استثمارات ولا أصول ملموسة ولا أصول متداولة. طبعا معروف حضرات النقدية والمدينون ده في الأصول المتداولة. أعتقد الشريحة دي خدناها احتمال يكون المحاضرة السابقة، لكن نربط معها مع المحاضرة الحالية. يبقى إذن توضع المدينون والنقدية في جانب أو في بند أو تحت بند الأصول المتداولة. رصيد المخزون آخر المدة يخرج ضمن، يعني معناها يتكتب ضمن، يخرج ضمن يعني معناها يكتب ضمن، أو يكون إخراجه في الميزانية العمومية ضمن. هل الأصول طويلة الأجل ولا الاستثمارات ولا أصول غير ملموسة ولا أصول متداولة؟ طبعا رصيد المخزون هو عبارة عن البضاعة، فالبضاعة دي دايما بتكون في الأصول المتداولة. هذا طبعا الإجابة هي صحيحة، رصيد المخزون أو البضاعة بتكون في الأصول المتداولة. توضع شهرة المحل ضمن الأصول المتداولة، الأصول طويلة الأجل ولا الأصول طويلة الأجل ولا استثمارات طويلة الأجل ولا أصول غير ملموسة ولا أصول متداولة. طبعا المفروض شهرة المحل ضمن، أسمع الإجابة، غير ملموسة. شكرا، الأصول غير الملموسة. الأموال المخصصة لمعاشات التقاعد تظهر ضمن، الأموال المخصصة لمعاشات التقاعد تظهر ضمن هل أصول طويلة ولا استثمارات طويلة ولا أصول غير ملموسة ولا أصول متداولة؟ استثمارات طويلة الأجل، فعلا إجابة صحيحة. أسهم شركة للمضاربة في سوق الأسهم تظهر ضمن، أسهم الشركات للمضاربة في سوق الأسهم تظهر ضمن أصول طويلة ولا استثمارات طويلة ولا أصول غير ملموسة ولا أصول متداولة؟ أيوة، استثمارات قصيرة الأجل صح، لأن دي متداولة. لكن لو كانت هذه الاستثمارات للاقتناء أو ماشي أو تبقى طويلة الأجل، فالوضع هيتغير، تظهر في أصول طويلة الأجل. أراضي مشتراة بغرض الاستثمار تظهر ضمن، أراضي مشتراة بغرض الاستثمار تظهر ضمن أصول طويلة ولا استثمارات طويلة ولا أصول غير ملموسة ولا أصول متداولة؟ أراضي مشتراة بغرض الاستثمارات تظهر ضمن استثمارات طويلة الأجل، الإجابة صحيحة. طيب نقدية مقيدة لغرض طويل الأجل تظهر ضمن، في شريحة 28، نقدية مقيدة لغرض طويل الأجل تظهر ضمن
نقدية مقيدة لغرض طويل الأجل تظهر ضمن نقدية. طبعا النقدية دي المقيدة المفروض استثمارات طويلة الأجل. الاحتياطي النظامي يظهر ضمن أصول طويلة، استثمارات طويلة، أصول غير ملموسة، أصول متداولة. هنا الاحتياطي النظام الحضارات يمكن السؤال ده مش موفق في الصياغة بتاعته، لأنه احتياطي نظام الحضارات المفروض يظهر ضمن الاحتياطيات كلها تظهر ضمن هذا السؤال سياق حضرات مش مظبوط، اللي هو احتياطي نظامي تظهر ضمن اصول طويله ولا استثمارات ولا اصول غير ملموسه ولا اصول متداوله، اللي هو في الشريحه 29 الصياغه بتاعته مش صحيحه. الاحتياطي النظامي يظهر ضمن اسمع او اشوف او ارى كتابه صحيحه منكم. الاحتياطي النظامي يظهر ضمن في تبويب قائمة المركز المالي الاحتياطيات والمخصصات والأرباح المحتجزة ورأس المال، كلهم دول يعتبروا، كل هذه تعتبر ضمن حقوق الملكية. شكرا عبد العزيز، ممتاز، شكرا. هي ضمن حقوق الملكية، هذه ضمن حقوق الملكية. تمام، ده بالنسبة للاحتياط النظامي ضمن حقوق الملكية. تمام، الاحتياطيات كلها حضارات ضمن حقوق الملكية. تندرج كل البنود التالية تحت الاستثمارات، تحت الأنشطة الاستثمارية فيما عدا إصدار سندات، شراء أصول ثابتة، بيع استثمارات، تحصيل قروض سبقة منحها للغير. ده حضارات تعتبر، يعني هذا الجزء إجابته المفروض هي رقم د، تحصيل قروض. السؤال اللي هو في شريحة 30 الثانية، حضرات اشترت إحدى الشركات قطعة أرض بمبلغ 200,000 ريال، سددت منها 40,000 ريال نقدا وأصدرت بالباقي سندات إذنية تستحق السداد بعد 3 سنوات، فإن تأثير هذه العملية على رأس المال العامل هو، إيه رأيكم في التأثير على رأس المال العامل هنا؟ هو المشروع اشترى قطعة أرض ب200,000، سدد منها 40,000 نقدا وبالباقي أصدر سندات إذنية، إيه اللي حصل عنده هنا؟ قطعة أرض بمبلغ 200,000 سددت منها 40,000 نقدا والباقي سندات إذنية، ما تأثير ذلك على رأس المال العامل؟ طيب نفك شوية السؤال. أصلا يا حضرات رأس المال العامل بيساوي، لو جينا حضرات نقول رأس المال العامل بيساوي إيه؟ لو رأس المال العامل بيساوي أحاول نكتب هنا، يمكن رأس المال العامل المفروض هو عبارة عن رأس المال العامل ده بيساوي الأصول المتداولة مطروحا منها الخصوم المتداولة. ده رأس المال العام يساوي الرسوم الدولة مطروحة من الخصوم الدولة. أيوة مشكورا، شكرا عبد العزيز أيضا. طيب
هنا لما هو دفع 40,000 ريال دفعها من الخزينة، وبالتالي أثرت على الأصول المتداولة. فلو كانت الأصول المتداولة مثلا 250، لما طلع منها 40، يعني لو قلنا حضرات، لو قلنا رأس المال العامل بيساوي 350 ناقص 210 مثلا، الناتج ده حضراتها هيساوي كام؟ 350 ناقص 210 يعني 140، صح؟ لو قلنا حضرات هو رأس المال العامل بيساوي، بدل حضرات هقول 310 ناقص 140. شفت هنا انا شلت ال40,000 دي، شلتها من 350، فهلاقي ده بيساوي كام؟ 310 ناقص سوري يا جماعه، ناقص 210 المفروض عشان تثبت الارقام، ناقص 210 المفروض هتساوي، 210 ناقص 140 المفروض هتساوي 100. هنا ناقص مين؟ رأس. ماشي، واضحه؟ طب الحمد لله. ماشي، طيب عند عرض قائمه، يبقى اذا تؤدي الى النقص. ماشي، عند عرض قائمه المركز المالي بطريقه التقدير تبدا بالاتي: الأصول المتداولة يطرح منها الخصوم المتداولة ويكون الناتج رأس المال، ولا رأس المال العامل، ولا رأس المال المدفوع، ولا رأس المال الإضافي. السؤال الثاني حضراتكم: عند عرض قائمة المركز المالي بطريقة التقدير تبدأ به، صح؟ ليه؟ أولًا لازم نعرف يا حضرات إن قائمة المركز المالي بطريقة التقرير بتكون كالآتي: الأصول المتداولة يطرح على الالتزامات المتداولة الناتج ورأس المال العامل يضاف إليه، استثمارات طويلة الأجل يضاف إليه، أصول طويلة الأجل يضاف إليه، أصول غير ملموسة يضاف إليه، الأصول الأخرى، الناتج هو مجموع رأس المال العامل وأصول طويلة الأجل وغير الملموس، نطرح منه الالتزامات طويلة الأجل. يعطيني صافي الاستثمار، المفروض صافي الاستثمار بيساوي حقوق الملكية. ماشي، الخسارة هي النقص في حقوق الملكية الناتج عن الأنشطة العرضية للمنشأة، أو النقص في الالتزامات الناتج عن كل المعاملات، أو النقص في الالتزامات الناتج في كل عن كل المعاملات والأحداث الأخرى والظروف التي تؤثر في المنشأة خلال الفترة ما عدا تلك الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على الملاك. صح، بس خلي بالكم هذا السؤال لو المصروفات والخسائر دي ممكن حضرات تبقى مرتبطة باللي هو الإطار الفكري، يعني هي أصلا التعريفات دي حضرات موجودة في الإطار الفكري. طيب الإجابة صح. ماشي، إذا انتفى هذا الافتراض المحاسبي عندئذ يجب أن تعكس القوائم المالية قيمة التصفية بدلا من التكلفة التاريخية: استمرارية الوحدة، استقلال الوحدة، لو ألف يعني استمرارية الوحدة، ب استقلال الوحدة، جيم وحدة القياس النقدي، دال الفترة المحاسبية. إذا انتفى هذا الافتراض، يعني لو الفرض ده مش موجود، فالمفروض أن القوائم المالية تعكس قيمة التصفية وليس التكلفة التاريخية. فهل هذا الافتراض هو استمرار؟ هل هو الاستمرار والاستقلال ووحدة القياس ولا الفترة المحاسبية؟ استمرار الوحدة المحاسبية، هذا استمراري. نعم، السؤال صحيح. تمام، هنا في هذه الشريحة مفيش جديد، اللي هو فيها المثال اللي احنا خدناه حضرات بتاع شراء قطعة أرض في الشريحة دي، ونكرر السؤال مرتين.
ماشي. فهنا السؤال ده اللي هو في الشريحة 32 إجابته نقص رأس المال العامل ب 40 اللي هي جيم. أي من البنود التالية لا يلزم الإفصاح عنه ضمن الملاحظات المرفقة في القوائم المالية؟ هل المكاسب المحتملة ولا الخسائر المحتملة ولا طرق تسعير المخزون ولا طرق الاستهلاك المستخدمة؟ أي من البنود التالية لا يلزم الإفصاح عنه ضمن الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية؟ طرق التسعير، طرق الاستهلاك، الخسائر. أيوة، ها، ضمن الملاحظات المرفقة. لو أنت تبص تلاقي المحاسبة بتمشي على سياسة الحيطة والحذر. هو الاستهلاك، طرق الاستهلاك، حد كتب طرق الاستهلاك وحد كتب جيم اللي هو طرق التسعير. ها، في حد يكتب الإجابة الصحيحة ولا هي الصحيحة دي؟ الإجابة الصحيحة حضرات هي المكاسب المحتملة، لأن المحاسبة حضرات بتمشي على الحيطة والحذر، أخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم أخذ الأرباح المتوقعة في الحسبان. فإذا كانت هناك خسائر محتملة يجب إن إحنا نكتب عنها في الملاحظات. طرق التسعير وطرق الاستهلاك يجب أن نكتب عنها في الملاحظات، لكن لو في أرباح متوقعة ماشي محدش بيكتب عنها. تمام، فالبنود دي كلها يكتب عنها ما عدا المكاسب. تعكس قائمة المركز المالي القيم السوقية لعناصر الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. ده 33. الشريحة 33 صح ولا غلط؟ تعكس قائمة المركز المالي القيم السوقية لعناصر الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. كلمة السوقية حضرات معناها اللي هي دي سعر السوق، يعني المفروض اللي هو القواعد، المفروض البنود اللي في قائمة المركز المالي يا حضرات تبقى بالقيم أو سعر السوق. هل ده صح ولا غلط؟ أي من إيه؟ تعكس قائمة المركز المالي القيم السوقية لعناصر الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. أيوة، ها، التكلفة التاريخية وليس السوقية. حد له آراء تانية يا شباب؟ حد، في حد بيكتب تاني؟ أسئلتك شوية دقيقة ما شاء الله، بارك الله فيكم. بس هو السؤال أصلا هي 4 خيارات، هي 4 خيارات. هو بيقول لك قائمة المركز المالي هل تعكس قيم، هل تعكس سعر السوق؟ ده السؤال. هل يا حضرات البند اللي موجود فيه الأصول، هل المباني اللي في قائمة المركز المالي بسعر السوق؟ هل الأراضي بسعر السوق؟ هل الدائنون بسعر السوق؟ مش صفحة كام يا شباب؟ حد بيسأل بيقول صفحة كام؟ أنا أرسلت الفصل ده كله عبارة عن شرايح وشرايح شرح ومعاها الأسئلة. أنا حاليا في الشريحة اللي هي 33، قدامنا شريحة تانية وهيخلص هذا الفصل بس.
مش احنا اتفقنا يا شباب من فترة او المحاضرة السابقة او اللي قبليها انه مشكلة التكلفة التاريخية، انه الناس بتقول يا ناس حرام عليكم التكلفة التاريخية لا تعكس الوضع الحالي، ومن ضمن الانتقادات التي توجه لها. لكن التكلفة التاريخية هي الطريقة الموضوعية لعمل القوائم المالية، تمام؟ التكلفة التاريخية هي اللي ماشي عليها كل الأنظمة مع وجود بدائل تاني مساعدة له، ماشي؟ فإذا كنت عايز تظهر بسعر السوق اظهر بالتكلفة التاريخية الأول، وبعدين اعمل قوائم معدلة سواء بمستوى الأسعار، سواء بالقيمة الاستبدالية، القيمة الجارية، القيمة الحالية، لكن قيمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية. وقلنا حضرات على سبيل المثال قطعة أرض اشتراها من سنة من 2/10، المكان اللي بيزاول فيه نشاط وزادت الأسعار، خفضت الأسعار وهكذا، فنحن بنمشي على التكلفة، أو قائمة المركز المالي بتمشي على التكلفة التاريخية. فهذا الإجابة، فإجابة هذا السؤال تعكس الالتزامات، تبقى إذن خطأ، الجواب بخطأ. إذا ترتب على النفقات زيادة في العمر الاقتصادي للأصل فإنها تكون ألف استثمارية، ب إرادية، جيم رأسمالية، د تمويلية. احنا عارفين حضرات في المصروفات، المصروفات تقسم إلى حد عايز يجاوب؟ يجاوب أنا هشرح برضه، هشرح الجزئية دي، بس حد يجاوب. حد عايز يكتب إجابة يا شباب؟ ما في؟ ما في أحد هيكتب إجابة؟ شايف حد بيكتب إجابة؟ ماشي، طيب. بالنسبة لحضرات للمصروفات، المصروفات تقسم إلى مصروف إرادي ومصروف رأسمالي. المصروف الإرادي هو المصروف اللازم للإنتاج المرتبط بالتشغيل الذي يغطي فترة، أما المصروف الرأسمالي فهو المصروف الذي يؤدي إلى لأن طول عمر الأصل، لأن زيادة الطاقة الاستيعابية، الطاقة الإنتاجية. يعني على سبيل المثال إذا قلنا منزل، إذا قلنا يعني المبنى التي تزاول فيه المنشأة نشاطها، أضيف له طابق، أضيف له طابق ثاني، دور ثاني، تكلفة هذا الطابق تعتبر تكاليف استثمارية، ماشي؟ أما لو قلنا هذا المبنى أخذ مصروفات صباغة، فهذا تعتبر إرادية أو تغطي فترة يعني دورية، كل شوية بيأخذ دور صيانة وهكذا. السؤال هو كالآتي: هناك مصروفات إرادية ومصروفات رأسمالية. المصروفات الرأسمالية هي المصروف أو المصروف الذي يزيد من عمر الأصل، هو المصروف الذي يزيد من الطاقة الإنتاجية للأصل، تمام؟ بمثال بسيط حضرات، لما تيجي السيارة لما تركب لها ماكينة، ماشي، الماكينة دي بتطول عمرها الإنتاجي، فهذا مصروف يعتبر هذا المصروف رأسمالي. طيب لما تيجي للسيارة مصروفات الجاز، الديزل، البنزين، ماشي، المصروفات دي كلها مصروف إرادي، تمام؟ فالمصروف الإرادي اللي هو المصروف يغطي فترة، مصروف مرتبط بالإنتاج، ماشي. أما المصروف الرأسمالي هو المصروف الذي يزيد عمر الأصل أو يزيد طاقته الإنتاجية، تمام؟ فهذا الإجابة إذا ترتب على النفقات زيادة في عمر الأصل فإنها تكون نفقة رأسمالية. طيب آخر سؤال في هذا الفصل: إذا أصدرت إحدى الشركات المساهمة ألف سهم عالية القيمة الإسمية 100 ريال وسعر السهم 140، فإن ناتج عملية بيع الأسهم سوف يظهر في قائمة المركز المالي على النحو التالي: زيادة في رأس الألف، زيادة في رأس المال 150 ألف،
هو هنا 100، لا 150 ألف، ماشي بيه. زيادة في حساب رأس المال ب 100 ألف، وفي حساب رأس المال الإضافي 40 ألف جيم. زيادة في رأس المال 100 ألف، وزيادة في حساب رأس الأرباح رأس ال... وفي حساب الأرباح المحتجزة، المفروض كلمة رأس دي موجودة غلط، وفي حساب الأرباح المحتجزة 40 ألف د. زيادة في حساب رأس المال 100 ألف، وزيادة في حساب رأس المال غير المحقق 40 ألف. تفضلوا بالإجابة يا حاضرين. السادة الحضور ب ب حد كتب ب كيف حل هذا السؤال؟ ما فهمت. هل تقصدي هذا السؤال اللي احنا بصدده؟ اكتبي نعم او لا بس. خلاص ماشي. السؤال ده يا حضرات بيقول الآتي، انه رأس المال إصدارات إحدى الشركات 1000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100، لكن سعر إصدار 140. عندما تتكون الشركة حضرات وتصدر الأسهم، بتكون الأسهم بالقيمة الإسمية اللي هي وليكن 100. فعندما تكونت الشركة في الأول أصدرت الأسهم ب100، بعد فترة الشركة أرادت أن تتوسع، فقالوا نطلب إيه؟ نطلب رأس مال زيادة، فاتفقوا أنهم يصدروا أسهم ثاني اللي هي تعتبر زيادة في رأس المال. فعند إصدار الأسهم الزيادة، القيمة الإسمية اللي موجودة أصلا لكل سهم المصدر من زمان 100، ولكن الشركة حققت أرباح، فبيقولوا عشان الشريك الجديد المساهم الجديد لما يجي هيشاركني في الأرباح، فالمفروض يدفع مبلغ زيادة. فبيدفع مبلغ زيادة، بدل ما يكون سعر الإصدار 100، يخلوا سعر الإصدار 140. 140 عبارة عن 100 اللي هي القيمة الإسمية، وعبارة عن 40 علاوة إصدار. علاوة إصدار، وممكن يكون مرت عليكم في الشركات او في المتوسطة او في ال، لا مش المتوسطة، ممكن تكون مرت عليكم في، هي بتدرس في الشركات، فاعتبر انكم احول مرة يدرسها هي دي. فسعر الاصدار 140، هذا السعر هو عبارة عن جزئين، 100 قيمة اسمية مبادل استثمار، شكرا. سعر الاصدار 140، 100 قيمة اسمية و40 علاوة الاصدار. فلما نيجي نحط المبلغ ده في رأس المال، فهناخد 100 اللي هي القيمة الإسمية دي نضيفها إلى رأس المال، أما 40 اللي هي علاوة إصدار فتظهر في رأس مال إضافي، ده اسمه رأس مال إضافي. تمام؟ أرجو أن تكون وضحت. ده اللي هو الجزء الخاص بها، ان شاء الله واضحه يا شباب صح؟ بعد، في اي استفسار في هذا الفصل او الفصل السابق؟ بارك الله فيكم، في اي استفسار في هذا؟ طيب، هنيجي حضرات ندخل على القائمه الثانيه، وهي قائمه اللي انا ارسلتها لكم وما زلت ارسلتها متاخر، اللي هي حضرات قائمه الدخل. طيب ايه؟ الدخل. طبعا احنا لما خدنا الاول، خدنا اللي هي الفصل الاول كان حضرات عبارة عن الإدارة الفكري، ثم خدنا قائمة المركز المالي، ثم هناخد قائمة الدخل، ثم هناخد بعض بنود القائمة، قائمة الدخل ناخدها من الاول، زي النقدية، المدينون، اوراق القبض، تمام، الاصول الثابتة وهكذا. طيب قائمة الدخل، ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل حضرات هي عبارة عن، أو هدفها هو مقابلة إيرادات المنشأة بالمصروفات. يعني هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تقرير يقيس مدى نجاح أعمال المنشأة خلال فترة زمنية معينة. أهميتها، لها فوائد أو لها أهمية، أن بتفيد المستثمرين ب
تفيد ان بتفصل لي الجانب التشغيلي عن باقي الاداء وهكذا. طيب نيجي حضرات على قياس الدخل في المحاسبه عامه. قياس الدخل يا حضرات يا اما بيكون قياس الدخل عن طريق طريقتين، طريقه اسمها المحافظه على راس المال، وطريقه اسمها مدخل تحليل العمليات. الطريقه السهله اللي هي المحافظه على راس المال. المحافظه على راس المال هذه طريقه سهله، بتقول ايه؟ بتقول انا لو عايز احسب، لو عايز احسب نتيجه اي مشروع هشوفه هو بدا بكم وانتهى بكام. يعني بفرض ان هو بدا ب100 اول السنه، اخر السنه جناهم 150، يبقى اذا نتيجه النشاط عنده كام؟ 50، صح؟ هدية اسمها مبدأ المحافظة على رأس المال، تمام؟ اللي هو مقصود بيها التغير في الثروة الحقيقية للمشروع من بداية الفترة إلى نهايتها، أو الزيادة الصافية في الثروة الحقيقية التي يمكن توزيعها على الملاك. طيب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية حضرات هي الطريقة اللي احنا ماشيين بيها، اللي هي اسمها مدخل تحليل العمليات، اللي هو بنفتح حسابات وبنعمل حضرات قائمة، وبنعمل حسابات أستاذ، وبنعمل قائمة دخل، ونجيب المبيعات نطرح منها إيراد المبيعات، نطرح منها تكلفة المبيعات، ودينا مجمل ربح، وبعدين بنضيف الإيرادات الفرعية الثانية، وبعدين نطرح المصروفات الإدارية حتى نوصل إلى الصافي. أما الطريقة الأولى فدي تاخد نتيجة النشاط كله، هي عبارة عن ما يمتلكه المشروع آخر ناقص ما يمتلكه المشروع أول. فمدخل المحافظة على رأس المال ده عبارة عن مجموع الأصول أو صافي أصول آخر ناقص صافي أصول أول. في حضرات مثال عندكم في الكتاب موجود وسهل جدا، وهو الآتي. المثال ده حضرات بيقول ايه؟ بيقول الآتي، بيقول لو كانت الأصول في 1/1 و30/12، الأصول 500 و590، والالتزامات كانت 300، والالتزامات كانت 300 وكانت 280، فإذا علمت أن الاستثمارات الإضافية التي أضافها صاحب المنشأة خلال العام 500 وفقا لمدخل المحافظة على رأس المال، فإن قيمة الدخل السنوي عبارة عن صافي أصول آخر ناقص صافي أصول أول، يطرح قيمة الاستثمارات بصافي الدخل. تمام؟ السؤال لكم، هل المثال اللي أمامكم ده فيه مشكلة؟ بدل ما نشرح وناخد وقت فيه، هل في مشكلة بالنسبة للحضور؟ المثال اللي أمامكم ده. واضح؟ تمام؟ ما يحتاج شرح. تمام؟ طيب هنقول المعادلة بتاعته وخلاص ما نشرحهوش. المعادلة بتقول ايه يا حضرات؟ انه نتيجة النشاط بتساوي صافي اصول اخر الفترة ناقص صافي اصول اول الفترة. ماشي؟ طيب السؤال، صافي الاصول بيساوي ايه؟ صافي الاصول بيساوي صافي الأصول، دايما صافي الأصول حضرات المقصود بحقوق الملكية، صافي الأصول بيساوي أصول ناقص خصوم. يبقى معنى ذلك إن أنا عشان أوصل لصافي أصول آخر باخد أصول آخر ناقص خصوم آخر، وعشان أوصل إلى صافي أصول أول باخد أصول أول ناقص خصوم أول.
اتفقنا؟ ماشي؟ تمام. اكتب لكم المعادلة دي بس عشان تعرفوها ولا تحتاج مرة تانية. نتيجة النشاط بتساوي صافي حصول آخر الفترة مطروحا منها صافي مطروحا منها صافي أصول صافي أصول أول حاضر صافي أصول آخر مطروحا منها صافي أصول أول الفترة. ماشي تمام. ده اللي هي المقصود بها المعادلة الأولى يا جماعة، أرجو تكونوا شايفينها. صافي أصول آخر الفترة مطروحا منها صافي أصول أول الفترة، دي نتيجة النشاط. أصلا كلمة صافي الأصول أصلا دي بتساوي الأصول مطروحا منها الخصوم. الأصول مطروحا منها إيه؟ الخصوم بصافي الأصول. طيب يبقى اذا نتيجة النشاط بتساوي صافي اصول اخر مطروحا منها صافي اصول اول. اكمل المعادلة دي وبعدين المفروض يا حضرات الكلام ده كله زائد المسحوبات يطرح الاضافات لرأس المال. يطرح الإضافات لرأس المال. قيمة الاستثمارات الإضافية خلال العام كيف طلع الناتج 500,000؟ من 210 قيمة الاستثمارات 500,100,600. قيمة الاستثمارات ما هي موجودة فوق أصلا، لكن خلينا نمشي مع هذا المثال. أنا هضرب مثال أسهل أبسط من ده حضرات. ماشي. بفرض انه صافي اصول اخر وليكن 300 وصافي اصول اول 200 والمسحوبات 30 والاضافات 50 والإضافات لرأس المال. احسب نتيجة النشاط. احسبوا لي نتيجة النشاط يا حضرات. ماشي. المثال هو صافي أصول آخر. المثال هو يا جماعة صافي أصول آخر. صافي أصول آخر 300. صافي أصول أول 200. مسحوبات 30 إضافات 50. نتيجة النشاط. تعالى ونحسب نتيجة النشاط قبل المسحوبات. صافي أصول آخر ناقص صافي أصول أول هتدينا فرق كام؟ 100. زق هتدينا فرق 100. أشكركم. تمام. أيوة ركزوا معايا فيها دي. 100. المية دي يا حضرات من وجهة نظري أنا هي نتيجة النشاط. بعد شوية اتضح الآتي. اتضح إنه فيه إضافات لرأس المال إحنا ما حسبناهاش. الإضافات دي كانت 50، هنخلي الإضافات 60. يعني في المثال ده هنخلي الإضافات 60 عشان تفرق بس عن الرقم اللي هيطلع. ماشي. الإضافات 60 يعني أنت بعد ما حسبت لقيت فلوسك زايدة أول السنة عن آخر السنة 100، وبعدين تذكرت انه في اضافات كانت 60. فايه رايك الاضافات دي او ايه رايكم الاضافات دي المفروض اطرحها من 100 ولا انقصها من 100؟ يعني تضاف ولا تطرح؟ ها
ايوه في ناس بتكتب تضاف. تمام. ها حد عايز يكتب تاني؟ 100 تضاف. تمام. السؤال للي كتب ماشي او للحضور الكل، اذا كانت نتيجة النشاط بتاعك هو عبارة عن 100 ريال او 100 الف او 100 مليون، الناتج اللي لقيته زيادة عن اللي بدأت بيه عن اخر السنة، لقيت زيادة 100، لقيت زيادة كام؟ 100. اتضح انه 100 دي مش حقيقية، ده انت اصلا ضفت للمشروع 60، تبقى المفروض الزيادة الحقيقية للمشروع كام؟ ها الزيادة الحقيقية للمشروع 40. ارجو تركزوا فيها دي. تمام. الاضافات تضاف لرأس المال صح، والمصحوبات تخفض رأس المال صح، بس انا هنا بتكلم في نتيجة النشاط. هناك فرق ما بين اللي بتكتبوه حضرتكم واللي انا بشرحه. اللي انا بشرحه هو نتيجة النشاط، نتيجة النشاط، وراجل بيمشي على طريقة المحافظة على رأس المال، ما عندوش طرق تحليل العمليات، بيقول والله اخر السنة الحمد لله ربنا رزقني ب100. اتضح ان المية دي اصلا هو عامل زيادة في نص السنة ودافع 60 ألف ولا 60 مليون في المشروع. يبقى هذه تطرح الزيادات ايه؟ تطرح اضافات في رأس المال تطرح. تمام ماشي. بعد ما طرح الزيادات اتضح انه هو اصلا المشروع ده ساحب منه هو مسحوبات ب30 ألف او 30 مليون، ساحب منه مسحوبات ما حسبهاش، يعني حاجات واصلها من المشروع ب30 ألف. ايه رأيكم؟ المسحوبات في هذه الحالة تضاف ولا تطرح؟ ها تضاف. وبالتالي هنطبق القاعدة اللي هي موجودة عندكم دي. نبقى إذن صافي أصول آخر ناقص صافي أصول أول زائد المسحوبات ناقص الإضافات لرأس المال يديني نتيجة النشاط. نتيجة إيه؟ النشاط. تمام. أنا متهيألي لو مشينا في في حضرات في الشريحة رقم 37 اللي هي في هذا الموضوع، بيقول لي بلغ رصيد أصول وخصوم المنشأة السلام على التوالي 1,200,000 و400,000، وكذلك بلغ رصيدهم على التوالي في 30/12 1,450,000 و570,000. إذا علمت أن المسحوبات النقدية لصاحب المنشأة في 30/2 بلغت 80,000 كما قام بزيادة رأس المال بمبلغ 50,000، فإن الدخل الشامل هو، يعني الدخل كله بتاع المشروع ده كام؟ يبقى هنا حضرتك لازم آخد أقول أصول صافي أصول آخر ناقص صافي أصول أول زائد مسحوبات ناقص إضافات. طب تعال نحل في التمرين ده. أنا هو بيقول لي في 1/1 بلغ رصيد الأصول والخصوم، يبقى أدي حضرات الصافي أهو، صافي أول اللي هو عبارة عن 1,200,000 ناقص 1,200,000 ناقص 400، يعني هيديني 800. أما صافي أصول آخر كما بلغ رصيدهم على التوالي في 30/12 1,450,000 و750، يعني ده كام يا حضرات؟ 1,450,000 من 750. مليون 450 و570. 570 ده في الشريحة رقم 37.
شريحة 37 من هذا الموضوع. مثال عندكم عشان بس ما اضيف لكم شيء حاجة تاني. المسحوبات ناقص واضافات يزيدها صح. طيب يبقى هنا 0.7 من 15.8 و5 من 13.8 يعني 880 ناقص 800 يبقى النتيجة 80 زائد مسحوبات 80 ناقص إضافات 50 يبقى إذن الإجابة رقم الإجابة رقم الإجابة رقم 110 صح. الإجابة رقم د. الإجابة رقم د. الإجابة رقم د. دي حضرات شريحة 27 من الموضوع الثالث قائمة الدخل. طيب هناخد سؤال بسيط جدا تاني اهو اللي هو بيقول ايه؟ بيقول عند قياس خلاص حضرتك المثال السابق خلص ها؟ حد يريد شيء منه؟ أرى أحد يكتب. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هنا بيقول لي يتم قياس الشريحة اللي قبليها اللي هي 26 36 آسف. بتقول لي يتم قياس الدخل وفقا لأسلوب المحافظة على رأس المال أو أسلوب التغيير في حقوق الملكية بالفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ بين اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات مين قال صح؟ نحن نقارن بين صافي الاصول وصافي اصول اول وصافي اصول اخر، فاذا الاجابه هي خطا. الاجابه هي خطا. أنا بالنسبة لحضرات لهذا ده بالنسبة لهذا الموضوع. في حضرات في الشريحة رقم 39 يعني احنا بنغطي حاجات وهنكمل المحاضرة القادمة. بيقول لي احدى شركات المقاولات قامت بتوقيع عقد مقاولة مع أمانة الإحساء لتنفيذ عقد طويل الأجل مدته 3 سنين نظير عقد بالعقد نفسه ده بثمانية مليون، عقد بثمانية مليون، العقد بثمانية مليون. متهيألي خدنا حاجة زي كده يا شباب بس ناخدها مرة تانية هنا. عقد ثمانية مليون علم فإذا علمت أن التكاليف المقدرة اللازمة لهذا العقد 5 يبقى ده تكاليف مقدرة 5 مليون وأن التكاليف الفعلية حتى 30/12 بلغت 1 مليون يعني تكاليف السنة الأولى 1 مليون فإن الجزء المتحقق من الإيراد هو ألف ب جيم دال اللي هو ألف 3 مليون و200 ألف 3 و300 1 و600 جيم
حد كتب لي جيم، حد كتب جيم، حد يؤيد ولا يرفض جيم؟ في ما حدش طيب، في المشروعات الحضارات اللي هي بتستمر فترات طويلة لا ينتظر حتى الانتهاء من المقاولة، المقاولة تاخد 3 4 سنين، فايه اللي بيحصل؟ فانا واخد وفقا لطريقة اسمها طريقة العمل المنجز او نسبة وتناسب. انا عندي التكلفة كلها 5 مليون بتاعت ال3 سنوات، وتكلفة السنة الاولى 1، فانا لو خدت وقلت 1 على 5 في مضروبا في الايراد 8، هتطلع 1,600,000 ريال. يعني معناها انه اللي انا هقبضه من الامانة هو 1,600,000. تمام. طب السؤال اللي تحتيها بالظبط، فان ربح السنة الاولى هو، فان ربح السنة الاولى هو، طب ربح السنة الاولى كام؟ ايوه سهلة دي طبعا، صح؟ تمام سهلة. طيب التمرين اللي زي ده لو اتلغت الايراد، لو جاء مثلا زي كده بلغت و و و، فان ربح السنة الاولى على طول. بعرف احسب ايه؟ احسب الدخل او الايراد المتحقق واحسب التكاليف واطرحهم من بعض. او كان ممكن يا حضرات اوصل لنسبة الربح او رقم الربح ان انا اقول 1,000,000 على 5,000,000 مضروبة في الربح. الربح هو كام؟ الربح هو عبارة عن 8 ناقص 5 اللي هو 3 مليون. فلو قلت 1 على 5 في 3 مليون هيطلع 600,000 ريال. ان شاء الله حضرات المحاضرة القادمة هنكمل باقي قائمة الدخل. حد الاستفسار يا شباب؟ لو تكرمت، لو في اي مشكلة في اي تمرين او في اي نقطة اكتبوها. دكتور المنهج كتير وصعب، تعاون معنا وسهل علينا الاسئلة. ان شاء الله ان شاء الله هذه الاسئلة حتى الان يعني ما فيها غير كلها بتاعت محاسبة 1. طيب ما احنا بنوضحها، ما احنا بنوضحها، ما احنا بنقول اهو السؤال ده كذا وبتتحل بطريقة كذا، بس مفيش مشكلة يعني. ان شاء الله لا تقلقوا باذن الرحمن، لا تقلقوا ان شاء الله. احنا بنحاول في اللقاءات الحية بنغطي كل الموضوعات او معظم الموضوعات او يعني ده يعتبر تدريب على اللي هي الاسئلة من 4 خيارات و و و. فان شاء الله ان شاء الله الامور هتبقى ان شاء الله احسن زي ما تقلقوش يعني. واحنا بنشرح كل حاجة في اللقاء الحي. ولو في اي حد عنده اي استفسار حضرات يبعته على المنتدى وانا اجيب له عليه ان شاء الله. ماشي. ان لم يكن لديكم استفسارات فان شاء الله نلتقي معكم طبعا الاسبوع القادم، لانه حتى الان لقاء 1. وان شاء الله المحاضرة القادمة حضرات هنخلص معاكم قائمة الدخل ان شاء الله، هنشوف باقي التمارين اللي قاعدة فيها وان شاء الله نحلها ونغطي الاجزاء النظري فيها باذن الرحمن برضه. ماشي. بارك الله فيكم. حد له اي استفسار؟ ان لم يكن فتفضلوا مشكورين. في حفظ الله نلتقي معكم الاسبوع القادم في نفس الموعد، وان شاء الله نحاول نرسل لكم الفصل الرابع. وان كنتم غالبا المحاضرة القادمة هتكون كلها في قائمة الدخل غالبا. في امان الله، في حفظ الله، حفظكم الله. تفضل. حد بيكتب؟ ما في مشكلة. اسمع،
في حاجة ما في مشكلة، أسمعكم. ماشي، في حفظ الله، في حفظ الله، شكرا جزيلا لكم، تفضلوا، مشكورين، نلتقي معكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.